هنسطب الاندرويد ونشغله على الماك. اول حاجه بنعملها هو ان احنا بندخل على الموقع الخاص بالاندرويد عشان ننزل الاس دي كي الخاص بالاندرويد. هو ان احنا بندخل على developer.android.com/sdk/index.html. بعد ما بندخل على الموقع ويحمل معانا بيبتدي يظهر معانا الموقع بالطريقه دي. كل اللي انا بعمله او اسهل طريقه ان انا بعملها ان انا بعمل داونلود او بضغط على داونلود اس دي كي اي دي تي باندل فور ماك. الداونلود ده هيبتدي ان هو يحمل لي الايكليبس زائد الاي دي تي الخاص او البلجن الخاص بيه مع الاندرويد اس دي كي تولز مع الاندرويد بلاتفورم تولز واخر فيرجن من الاندرويد بلاتفورم ومع الايميوليتور الخاص بعمليه التيست عشان اقدر اعمل تيست على الجهاز قبل ما انزل الابلكيشن على جوجل بلاي. تمام. بعد اما بحمل الكلام ده بيبتدي ينزل عندي ملف مضغوط. تمام. الملف ده بيتحمل عندي هنا كده. بعد ما بحمله او بفك الضغط بتاعه بيبتدي الاقي جواه الاس دي كي والايكليبس. كل اللي انا بحتاجه من هنا هو الايكليبس. تمام. بعد ما بشغل الايكليبس باول حاجه هتظهر لي في عمليه التشغيل هي الورك سبيس. تعال نشوف الكلام ده مع بعض من الاول. هنقفل الايكليبس تاني ونقول له اوكي اكزيت وهقفل الايميليتور وابتدي ادخل على انا حاطه عندي تحت ابلكيشن وعامل الفولدر ده هنا كده ايكليبس. ان انا اقول له دبل كليك على ايكليبس يبتدي يشتغل معايا. اول ما بيفتح معايا بيبتدي يقول لي حدد لي مكان الورك سبيس. ايه هي الورك سبيس؟ الورك سبيس دي هي المكان اللي بيتحط فيه كل البروجكت او كل المشاريع اللي انا هبتدي اعملها. اقدر اغيرها عن طريق ان انا بدوس على براوز او احط الباص بتاعي اللي انا عايزه في المكان ده. بقول له اوكي بسيبها ديفولت واقول له اوكي. هيبتدي يفتح معايا الايكليبس عادي جدا. زي ما احنا شايفين الايكليبس فتح عادي جدا. تمام. كل اللي انا محتاج اعمله هنا في الخطوه دي ان انا ببتدي ادخل على الاس دي كي الخاص بيه. تمام. الاس دي كي الخاص بيه هو مش الاس دي كي اللي نزل معايا، لا عشان في ناس كتير قوي بتغلط في الموضوع ده. هو مش الاس دي كي ده، لا ان انا ببتدي اقول له ويندوز، بدخل تحت ويندوز بقول له هنا اندرويد اس دي كي مانجر. اندرويد اس دي كي مانجر بيبتدي يفتح معايا. بيحمل معايا هنا الاس دي كي مانجر اللي بيدير الاس دي كي او بحدد فيه الباث بتاع الاس دي كي هنا. تمام. بعد ما بيحمل معايا كل اللي انا بعمله ان انا بحدد التولز اللي انا محتاج ان انا اشتغل بيها. اول حاجه هي الاس دي كي، فمجرد ان انا بعمل تشيك على الاس دي كي هي هنا اوريدي عندي انستولد، فاللي انا محتاجه هي الاس دي كي تولز، بحتاج كمان اس دي كي بلاتفورم تولز. تمام. وبحتاج كمان البيلد الاس دي كي بيلد تولز. تمام. مجرد ان انا بعمل تشيك على الحاجات دي اللي انا محتاج انزلها معايا، كمان معاها ابتدي انزل اندرويد اخر فيرجن اقدر اشتغل عليه اندرويد 4.4.2. تمام. بحملها كلها او بعملها انستول كلها ومعاها كمان 4.2.2. تمام. اس دي كي بلاتفورم وكل والسامبلز فور اس دي كي والاي ار ام ومعاها جوجل اي بي ايز وسورس فور اندرويد اس دي كي. كمان بحتاج من الاكستراز، بحتاج اندرويد سبورت واندرويد سبورت ريبوزيتوري، اندرويد سبورت لايبرري وجوجل اناليستيك اي بي بي تراكنج اس دي كي، جوجل بلاي سيرفيس فور فروي. كمان بحتاج جوجل بلاي اي بي كي، بحتاج جوجل بلاي بيلينج لايبرري، بحتاج جوجل بلاي لايسنس وبحتاج جوجل ويب درايفر. بعد انا بختار كل اللي انا محتاج اعمل له انستول، ببتدي ان انا اضغط على انستول باكجز هنا بتبقى عندي اكتف مش ديمد، وببتدي اكسبت واقول له انستول.
دي بتاخد معايا بعض الوقت لان مساحتها كبيره شويه. تمام، بعد اما بحدد التولز بتاعتي واعمل لها انستول، تمام، ببتدي اعرف من هنا فين مكان الاس دي كي بتاعي. اوكي، مكان الاس دي كي بتاعي بينزل عندي تحت، ادي الاس دي كي باص اهو نازل عندي هنا تحت يوزرز، اليوزر اكونت بتاعي، وبعد كده اندرويد داش اس دي كيز. تمام كده، ده الباص بتاعي، ده ابتدي ان انا احدده او احفظه. تمام، بعد كده ابتدي ان انا انشئ بروفايل، ببتدي اعمل بروفايل عشان اعرف فيه مكان الاس دي كي ده فين، عشان يبتدي الاندرويد يبتدي الاس دي كي يفهمه ويبتدي ان هو يشتغل معايا. طب ازاي اعمل بروفايل؟ بدخل على التيرمينال، بفتح التيرمينال عندي وببتدي اقول له هنا تاتش سوري مول تاتش سبيس تلدا سلاش دوت باش اندرسكور بروفايل، وابتدي ادوس انتر. انا عشان مكريته قبل كده فانا مش محتاج ادوس انتر. تمام، فبيبتدي عندي يتكريت الباش بروفايل ده. طيب الباش بروفايل ده بعد كده ببتدي ان انا افتحه. ازاي اقدر افتحه؟ بقول له اوبن، ابتدي اقول له اوبن تلدا سلاش دوت باش اندرسكور بروفايل. تمام، عشان ابتدي اقول له اوبن داش سبيس داش اي سبيس، وادي له مكان الابلكيشن بتاعي اللي انا هفتحه بيه. انا عندي بقى عندي حاجه اسمها سبلايم تكست، ده انا هبتدي ان انا افتح عن طريق الابلكيشن ده، ده فري اقدر انزله من اي مكان. تمام، انا حطيته او نزل عندي تحت ابلكيشنز سلاش سبلايم باك سلاش سبيس تكست باك سلاش سبيس 2.abb. الباك سلاش انا بحطها هنا عشان اعمل اسكيب للمسافه اللي جايه بعد كده، انا بدوس مسافه، فعشان لو انا ما عملتش باك لو انا ما عملتش باك سلاش مش هيفهم المسافه دي، وهيبتدي ان هو يفتكر ان هي كلمه واحده اللي هي سبلايم بس وما يكملش بقيه اسمها. لكن لما بحط الباك سلاش يبتدي ان هو يعرف ان هنا هياخد كل الجمله اللي جايه دي على بعضها كانها كلمه واحده وياخدها في الباص بتاعي. بعد كده ادوس انتر، يبتدي يفتح لي هنا الباش او دوت باش اندرسكور بروفايل عندي زي ما احنا شايفين. تمام، كل اللي انا بعمله ان انا ببتدي اعرف مكان الاس دي كي بتاعي فين، تمام، عشان يبتدي الايكليبس يفهمه والاندرويد يفهمه ويقوم لي عندي الاندرويد بتاعه ويقدر يشغل الاندرويد. تمام، عشان اعرف الكلام ده بستخدم عندي اكسبورت